من عكا مشاهدينا ينضم الينا الان السيد انطوان شلحت الباحث السياسي. اهلا وسهلا بك سيد انطوان. نحاول تحليل ما جرى في الجنوب اللبناني وفي الجليل الغربي. ما هو مصدر هذه الصواريخ برأيك؟ وكيف سيكون الرد الإسرائيلي على ذلك بما أنها أكبر رشقة صاروخية على الجليل الغربي منذ عام 2006؟ هل سيكون الرد الإسرائيلي متناسب مع ما جرى أم سنشهد تصعيدا على هذه الجبهة؟ يعني لا شك أنه سيكون هناك رد إسرائيلي. قبل قليل أعلن أن رئيس الحكومة دعا لعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية الأمنية الكابينيت الذي لم يعقد منذ عدة أشهر، وبالتأكيد هذا المجلس عندما يعقد من أجل أن يتخذ قراراً بالقيام بعملية عسكرية رداً على إطلاق هذه الصواريخ. الآن التقارير الإسرائيلية الإعلامية تتحدث عن أن هذه الصواريخ ربما قد تكون أطلقت من طرف فصائل فلسطينية، ولكنها في الوقت عينه تشدد على أن إطلاق هذه الصواريخ لا يمكن أن يتم من دون ضوء أخضر من حزب الله. وبالتالي فإسرائيل يعني عمليا تتهم وإن بشكل غير مباشر حزب الله عن إطلاق هذه الصواريخ. يضاف إلى ذلك أن هذه الصواريخ أوقعت عددا من الجرحى، يعني لا شك أنكم أشرتم إلى ذلك في صحيح تقاريركم. نعم، أصيب جارحين عدد حتى من الآن. الإسرائيليين بهذه الصواريخ. مثل هذا الأمر يعني يعتبر بمثابة تجاوز ربما للخط الأحمر لما جرى في هذه المنطقة الحدودية الشمالية منذ انتهاء ما عرف باسم حرب لبنان الثانية لسنة 2006. الآن أنا فقط أريد أن أجري مقارنة أيضا بين ما جرى الآن وما جرى في 2006. في 2006 الجميع توقع بأن إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية محدودة، أما الواقع الأمني في تلك المنطقة كان هشا بشكل أن ما بدا بأنه عملية عسكرية محدودة النطاق تطورت إلى حرب استمرت أكثر من شهر وأوقعت الكثير من الخراب والدمار، و يعني أيضا تسببت بإطلاق كمية غير مسبوقة من الصواريخ باتجاه إسرائيل. لماذا أجري هذه المقارنة؟ لأن ما يحدث الآن يمكن أن يكرر أو يعيد إنتاج ما حدث في سنة 2006، ونكون قبالة تصعيد ليس من السهل الآن توقعه من النقطة الزمنية الراهنة. وفي حال حدوث مثل هذا التصعيد الخطير، أنا أعتقد أن أي حرب ستدور الآن في المنطقة الشمالية، حرب 2006 ستكون بمثابة لعبة أطفال بالنسبة لي. سيد أنطوان اسمح لي أن أستوقفك لأفهم يعني هذه المقارنة التي تجريها بشكل أفضل. هل تحاول القول بأن يعني الوضع الأمني الآن مشابه لذلك الذي كان عام 2006، وبالتالي ذلك قد يبرر أيضا إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة للرد على هذه الصواريخ؟ يعني أنا لا أقول ذلك حرفيا، ولكن بال 2006 عندما تم أسر جنديين إسرائيليين أطلقت إسرائيل عملية عسكرية لم تقل إنها كبيرة أو صغيرة، أطلقت عملية عسكرية للرد وطلبت إطلاق سراح الجنديين، ولكن شيئا كانت منذ فشيئا. اليوم الأول يعني منذ اللحظات الأولى لتلك الحرب سيد نعم أنطوان كان يعني هناك تهديدات لذلك من أولمرت بإعادة لبنان إلى 20 عام إلى الوراء، يعني لم تكن هناك حتى يعني بالتهديدات والوعود الإسرائيلية في ذلك الوقت كان هناك توقع لحرب إسرائيلية. ربما لم يتوقع أحد أن تستمر ل33 يوما، ولكن كانت التوقعات واضحة منذ اللحظات الأولى بأنها ستكون عملية عسكرية كبيرة. نعم، يعني ولذلك اليوم صحيح ما تقولينه، اليوم يعني لذلك حتى الآن لم تصدر أي ردة فعل إسرائيلية على ما جرى. أنا برأيي أننا يجب أن ننتظر لنرى ماذا سيقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. يعني هناك يعني احتمالات أن تتطور الأمور وتتصاعد، ربما موازية لاحتمالات أن لا تتطور ولا وتتصاعد، ولكن ما أريد أن أشير إليه
إلى أن الواقع القائم في منطقة الجبهة الشمالية هو واقع فعلا هش. يعني في 2006 لم يتوقع أحد أن تقوم أن تجري مثل هذه العملية وأن تندلع الحرب. قبل ذلك لم تكن هناك أي صحيح. إشارات قوية إلى أنه ستندلع مثل هذه الحرب، وبالتالي حاليا أيضا ليست هناك مثل هذه الإشارات. ولكن قد تكون هذه العملية التي تبدو في الظاهر أنها عملية بسيطة أو عملية محدودة قد تتطور إلى عملية عسكرية تعيد التفكير بما جرى في عام 2006. لماذا برأيك سيد أنطوان قد تتجه حكومة نتنياهو المتحالفة مع اليمين المتطرف الإسرائيلي في هذه الفترة بالتحديد إلى الرد بعملية عسكرية شاملة على إطلاق هذه القذائف الصاروخية من الجنوب اللبناني؟ ما هي المكاسب السياسية التي يمكن لها تحقيقها من ذلك؟ يعني هناك عاملان يجب أن نأخذهما في الاعتبار عندما نجيب على مثل هذا السؤال. أولا، أنه داخل هذه الحكومة هناك أوساط يمينية متطرفة هي الأكثر تطرفا من ناحية يمينية ومن ناحية دينية، وهي تدعو دائما إلى التصعيد، يعني بأحداث الحرم القدسي والأحداث الجارية مقابل قطاع غزة. هذه القوة تقول إنها غير راضية عن ردة الفعل الإسرائيلية، تريد ردة فعل أكثر تصعيدا، بالتالي فلا شك أنها ستطالب بمثل هذا التصعيد. العامل الثاني هو أن الحكومة الإسرائيلية الآن موجودة في خضم أزمة داخلية على خلفية خطتها الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، وبالتالي ممكن يعني القيام بعملية عسكرية يعني في هذه المرحلة يمكن أن تخفف حدة الضغط الداخلي الذي يمارس على هذه الحكومة من أجل كبح جماح هذه الخطة. يعني إذا ما أخذنا بالاعتبار هذين العاملين، ربما فيهما ما يفسر احتمال أن يقدم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية. يمكن أن يقرر متى تبدأ، لكنه لا يمكن أن يتحكم بكيف تتطور وكيف ستنتهي. طيب، يعني إذا ما قررت هذه الحكومة الذهاب نحو مواجهة شاملة مع الجنوب اللبناني، هذا يعني بأن إسرائيل ستتوقع ردا من حزب الله اللبناني ورشقات صاروخية بالمئات، ربما تكون يوميا على مناطق خصوصا في الشمال الإسرائيلي، ولكن بعض الصواريخ قد تصل أيضا إلى تل أبيب وإلى مناطق ومواقع حساسة في إسرائيل. هل هذه الحكومة جاهزة يعني أو تحضر التبريرات للرأي العام الإسرائيلي من أجل يعني التسبب بمثل هذه الحرب وهذا التصعيد العسكري؟ هل يعني التبريرات واضحة كافية بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي بأن الرد على إطلاق رشقات صاروخية، ربما 30 رشقة صاروخية حتى الآن من الجنوب اللبناني، تبرر القيام بعملية عسكرية مفتوحة؟ يعني هذا سيتضح في الفترة القليلة المقبلة. أنا برأيي ما أشرت إليه أيضا من حتى من بحسب التقارير الإسرائيلية بشأن ترسانة الصواريخ والأسلحة الموجودة لدى حزب الله، يمكن أن تشكل عامل ردع بالنسبة لإسرائيل في أن تقدم على عملية عسكرية واسعة النطاق. يعني أنا حتى لو التزمت بما تقوله التقارير الإسرائيلية بشأن هذه الترسانة، هذه التقارير تؤكد أن لدى حزب الله الآن كمية كبيرة من الصواريخ يمكن أن تغطي كل مساحة إسرائيل، وليس فقط هذه التقارير تتحدث عن كمية الصواريخ، إنما أيضا تتحدث عن نوعية. هي صحيح. تقول إن لدى حزب الله صواريخ الآن تطورت من حيث دقة الإصابة، وبالتالي فبالاستناد إلى مجرد هذه التقارير قد يكون هذا سببا لأن تفكر الحكومة الإسرائيلية بشكل مضاعف فيما إذا كانت ستقدم على مثل هذه العملية العسكرية أم لا. أما مسألة التبرير والرأي العام
فأظن يعني أن المجتمع الإسرائيلي في معظمه دائما ما يبدي، يعني لا أستطيع أن أقول تقبلا، ولكن يبدي قدر كبير من التفهم قياسا ربما بالمجتمعات الأخرى عندما تقوم الحكومة بشن عملية عسكرية عدوانية. يعني في السنوات الأخيرة لاحظنا أن هناك ما يشبه النظام الدوري من الحروب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. يعني كل سنتين هناك عملية عسكرية، يعني هي عبارة عن حرب تسمى عملية عسكرية بالقاموس الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي يقبل ذلك. ولذلك يعني ربما يكون من السهل، يعني مع بعض طبعا التحفظ على هذه الحكومة، إذا ما أرادت أن تشن عملية عسكرية واسعة النطاق، أن تجد المبررات الكافية لإقناع رأيها العام بضرورة هذه العملية ولكن العسكرية. الرد سيد أنطوان إن لم يكن متناسق متناسب مع الهجوم الذي جرى من الجنوب اللبناني، إذا كانت عملية عسكرية فعلا شاملة وغير محدودة، هذا سيثير أيضا انتقاد وامتعاض المجتمع الدولي المنتقد والممتعض أصلا من أداء هذه الحكومة وتصعيدها في الضفة الغربية وفي القدس. هل تحتمل هذه الحكومة الإسرائيلية مواجهة المجتمع الدولي مجددا في ملف آخر وهو ملف الهجوم على الجنوب اللبناني؟ يعني لا أظن ذلك، ولذلك يعني هذا أيضا من الأسباب. يعني نحن ذكرنا ربما الأسباب الإسرائيلية الداخلية التي قد تدفع باتجاه التصعيد، ولم نتحدث عن الأسباب الأخرى، وإن كنا أشرنا إليها لماما عندما تحدثنا الآن عن ترسانة الأسلحة الموجودة لدى حزب الله. طبعا إذا أضفنا إلى ذلك الأجواء الدولية أو التي يمكن توصيفها بأنها أجواء أزمة أيضا تواجهها إسرائيل في الساحة الدولية، وإلى حد ما أيضا في الساحة الإقليمية على خلفية ما حدث في المسجد الأقصى المبارك منذ يومين. إذا ما سجلنا مثل هذا الأمر، أنا برأيي أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة هي خيارات محدودة جدا. ولكن علي هنا أن أستدرك وأقول إن الحكومة الحالية الإسرائيلية التي توصف بحق بأنها الحكومة الأكثر تطرفا من ناحية قومية ومن ناحية دينية، يعني لا شيء يمكن أن يردعها عن ارتكاب حماقة مثل حماقة شن عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان ردا على ما حصل هذا اليوم. نعم، يعني لا يوجد ضمان في اللحظة الزمنية الحالية بأن لرد فعل مبالغ الحكومة، فيه. نعم، لرد فعل مبالغ فيه ممكن أن يؤدي إلى أزمة أشد وأدهى مما أدت إليه الأزمات التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية الحالية. شكرا جزيلا لك سيد أنطوان شلحة، الباحث السياسي، كنت معنا من عكا.